15 11 شفتوا الكنوز بتاعت يوتو اللي يعني ما حدش بيزورها، خدتوا بالكم؟ ما حدش بيقف عندها خالص. انا بقول لكم صعب تمييزها عن قطاع خامو، لان فعلا قطع جميله جدا. هيتم عرض لاكثر 200 قطعه في جناح احد الاجنحه الخاصه بتوت عنخ امون. توت عنخ امون احنا كنا مقررين ان احنا نبدا نسحب عدد اكبر من القطع. احنا نقلنا في المتحف الكبير 4400 قطعه. القطعه الاساسيه موجوده في متحف التحرير، لان ضيفنا اللي بيجي مصر النهارده ملوش ذنب ان احنا بنبني متحف تاني، فهو مش عايز يجي ما يجيش عنخ امون، فاحنا سايبين له القطعه الاساسيه. القطعه الاساسيه هتفضل موجوده ان شاء الله الى اخر وقت ممكن.